مساء الخير ومساء الأجواء الباردة. إحنا بالشتاء عادة بناكل أكل دسم ومشروبات دسمة كتير عشان ندفع، فعشان هيك تجربة اليوم رح تكون غير شكل. ليش؟ لأنه إلها علاقة بالرجيم والأكل المش دسم. خليكم معنا لنعرف أكثر. أهلا وسهلا يا زيد، كيفك؟ أمورك تمام؟ شرفنا عليك. أكل زاكي. كيف سيد حازم؟ هلا حبيبي يا زيد، كيف حالك؟ والحمد لله، محل منور ما شاء الله ابيض هيك وجودكم وجودكم حبيبي يا زيد. كالوريز سعرات اسم المحل. نعم. ليش هيك؟ هلا هذا مطعم اكل صحي. حلو. هذا اول مطعم اكل صحي بالاردن. بيقدم نظام غذائي كامل من اكل غربي عربي فاست فود حلويات كلها بطريقه صحيه. حلو. شو خطر على بالك حضرتك شيف يعني؟ لا لا انا صيدلاني. صيدلاني. اه بس انا كان عندي علاقة نوعا ما يعني بعيده، ما لهاش دعوه كثير. طب انت اليوم احنا انا جاي ومعي سيف برضه صديق كرفان. اهلا وسهلا. بدكم تعملوا لنا هيك زي تحدي، ايش هو؟ تحكي لي عنه؟ بنحط لكم بعض الوجبات. وجبات. وانت تختار تعرفوا شو هي الوجبه. لازم اعرف شو هي الوجبه. بالضبط. يعني راح سيد حازم راح يجيب لنا اكثر من وجبه الي ولسيف، راح نكون مغطينا على عينينا، ولازم نحذر شو الاكل وشو المكونات اللي جوا الاكل. بالضبط. بنجيب حازم نقول يا الله انا جوعان، بس اليوم ما مش ماكل، حاسس الشم مندي شغاله مزبوط. اهلا وسهلا. مرحبا شباب. اهلا يا زيد، شو اخبارك؟ هاي سيف، شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. شو العده جاهزه؟ اه جاهزه. اليوم نسوي مسابقه ان شاء الله، وبدي اعطيكم المنيو. تمام. تقراوه لمده 30 ثانيه بس. بس بعدين بغطي عينيكم. حلو. ونجيب لكم عدة وجبات تاكلوا منها وتجربوا تدوها وتعرفوا ايش المواد اللي فيها وايش هي الاكلات هاي. لازم نعرف كم مكونه؟ ثلاث مكونات بكل اكله؟ ثلاثه على الاقل. نعم ثلاثه. تمام. تفضلوا. انا ما راح احكيهم بصوت عالي عشان ما يغش. انا 30 ثانيه. 30 ثانيه. شباب انتهت الثانيه. طب ما رحناش الصفحه ايش في؟ خلاص هاي هي. تفضلوا. عافية كمان نظارة. اه طبعا طبعا عليكم. طبعا تفضل شباب. مخرجتنا حبت تستخدم الالوان مناكير طبعا. طب الاكل جاهز؟ اه جاهز جاهز. أوه. طبعا تحب تبدل؟ نعم. انت عيونك احلى هيك ما ينفعش. لا بمزح. طب بضحك عليك والله. ضحكوا علينا يا سيد. ايوه انا حاسس في ايد اجت جنبي. انا شايف حاسس. طب يعني انا مثلا وين الصحن بدي اعرف؟ حبيبي سيف وين ايدك؟ ايوه شو هذا؟ ايش بيشوي؟ اين المزيد؟ طيب انا ما راح ارضى بصراحه احكي بصوت عالي لانه بجوز انت تاخذ جوابي. فيا جماعه الخير في مجال قلم وورقه. انا جوابي كمان بحطه في الفيديو. تخيل قال الاكل اللي اكلتها فار ميت مثلا او سحليه بس شايلين الطعم منه. طب بصير اشيل الهاد راح الاكل عشان اقدر اكتب؟ هاد قلم؟ اه هذا. شكرا. اوكي. قال يطلع قلم بكهرب. هاي اول مبدئيا شغله عرفتها. لقطها هاي كمان وحده. بلشت خبص ولا سيف؟
ما كثير اكلت شيء مش عارف ايش هو قبل ما تعرفه بايده اللي يطلع عايش راح الاكل بصير تطلع طلع اوف هاي عرف فيها كثير شغلات طوش شايفك شو جاهز يلا سيف حازم اوكي يسلموا هلا هدول هم مبدئيا مكونات الوجبات اللي اكلناهم بالترتيب شو اول وجبه معلم شو كاتب عندك اللي في دجاج الحمد لله انا حاطط دجاج لا لحمه ملفوف حاطط ملفوف لا انا حاطط ملفوف احمر ضحك علي انا بصراحه صار جاي بلا اشوف الاكل اللي اكلته كده رح نشوفه بالحلقة يعني والله زاكي الواحد نفسه كمان وجبة انت المفروض نخليك تغسل الصحون مبدئيا لا لا سيد حازم نخليه يغسل الصحون لا انه ولا كيف انت استاذ سيف هلا بده يروح يجلس الصحون وانا رح اشيك عليه اتاكد انه يتفضل على البوفيه هون بنكون خلصنا فقرة سنك ماضي لليوم انا مني وعلي انا بدي اسميها حاسة التذوق ماضي مش سني ماضي الحمد لله الواحد عبى الكرش والاكل زاكي وسعرات حراريه قليله ان شاء الله المره الجايه بسنخ ماضي بنشوف تجربه جديده تحدي جديد مش عارف ايش جديد راح يكون ان شاء الله تكون انبسطتوا معنا تصبحوا على الف خير